إذن يتسابق الجزائريون كل من قطاعه من أجل مساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا بإرسال المساعدات كل حسب قدرته من جمعيات خيرية، وأيضا الصيادلة بدورهم يقومون بهذه المبادرة. أين ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف السيد مسعود بالعمري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. أهلا بك سيدي. أهلا، مساء الخير سيدتي، تحية لك ولجميع المشاهدين. شكرا. وأيضا السيد مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. لا شكرا على وجوب. إذا بداية سيد مسعود بالعمري، تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة من أجل إرسالها إلى المتضررين من زلزال تركيا وسوريا. والله بالتنسيق مع أستاذنا البروفيسور خياطي رئيس جمعية لافورين، يعني كان هناك اتفاق مبدئي على التنسيق لإطلاق حملة تضامنية بين نقابتنا سنابو، والحمد لله صيادلة نتاع الجزائر معروفين بروح تضامنية وأثبتوا ذلك في عديد من المناسبات في الماضي، فيضانات باب الواد وغردايا وزلزال بومرداس وجائحة الحرائق اللي عرفتها الوطن في العديد من المناطق. الآن يعني احنا نعمل العملية انطلقت بصفة رسمية بقرار من المكتب الوطني وبالتنسيق مع جمعية الفورام للبروفيسور خياطي وبالتنسيق مع مؤسسات للدولة حتى نسمح فعلا بالمساعدات بالوصول. يعني فيما تتمثل هذه المساعدات بالضبط؟ راح نركز على الاحتياجات الحقيقية الميدانية، يعني مستلزمات طبية، ربما مواد صيدلانية وحتى أغطية أو أفرشة، يعني عدد الضحايا كثير وعدد يعني الناس اللي بدون مأوى يعد بالآلاف، يعني كل ما يقدر يعني يقدمه الإنسان فهو يعني راح يوجد اللي يحتاجه واللي يستمتع به إن شاء الله. يعني الآن انطلقت يعني تم تفعيل اللجنة التضامنية للنقابة اللي تضم أعضاء من المجلس الوطني والمكتب الوطني، والعمل الجاري بالتنسيق مع كل مكاتبنا الولائية لجمع التبرعات ولإيصالها إن شاء الله يعني الناس اللي يحتاجون إن شاء الله. طيب يعني المواطنين الذين يريدون التبرع يعني أين يتوجهون؟ والله حاليا يعني العملية محصورة فقط مع الصيادلة، يقدروا يتوجهوا للصيادلة ويعرضوا عليهم يعني كنيتهم في التبرع، وتقوم المكاتب الولائية نتاعنا عبر مقراتها في 58 ولاية بجمعها ونقلها للجزائر العاصمة إن شاء الله بالتنسيق دائما مع جمعية الفورم إن شاء الله. شكرا لك سيد مسعود بالعمري. نتوجه أيضا بسؤال السيد مصطفى خياطي، إذا تم التنسيق معكم من أجل جمع هذه التبرعات وإرسالها للمتضررين، كيف تتم عملية الجمع؟ في الحقيقة الجمع هذا يكون في ميدان تخصصاتنا ما أشار إلى ذلك السيد مسعود بالعمري، وأنا أشكر الروح التضامنية التي هي موجودة منذ القدم عند الصيادلة، وإن شاء الله يعني نحاول أن نجمع ما استطعنا من إمكانيات في ميداننا وإرسالها. إذن عندنا اليوم الجمع يكون سواء في الصيدليات أو في مراكز الولائية للصيادلة السنابو أو في مراكز فورام الموجودة عبر الوطن، وكاين فيه المركز الرئيسي موجود في بنطلحة. اتفقنا فيما يخص رفع هذه الحاجيات إلى تركيا، عندنا سفريات يومية تذهب إلى تركيا. أما فيما يخص سوريا فعلينا أن نجمع 20 إلى 30 طن لكي نحصل على طائرة، فهذه هي الفكرة اليوم. الحاجيات اتفقنا مع الجهات المتضررة، كاين فيه قوائم قمنا ب يعني كتابتها سواء في ميدان الأدوية أو في الميادين الأخرى، وكذلك كما أشار السيد مسعود بالعمري كاين هناك برد قارس وثلوج كثيرة في هذه المناطق،
فكاين في حاجة كبيرة لكل ما هو يدفئ، يعني سواء كانت أغطية، ملابس، ألبسة، أغطية، حتى خيام، كاين في طلبات يعني ملحة في هذا الأمر. وأضيف كذلك كاين في طلبات إلى أكياس للجثث، لأنه الآن كاين في أكثر من 10,000 جثة، وحتى ما لقاوش أكياس باش يحفظوا هذه الجثث. نعم، يعني للأسف. يعني أين يتوجه سيد خياطي، يعني المواطن من يريد التبرع، إلى الصيدليات؟ سواء الصيدليات التابعة للسنابو أو مراكز فورام. وكما أشرت بالنسبة للعاصمة درنا مركز رئيسي في مركز فورام الموجود في بن طلحة، وقد أشرنا بذلك على مواقعنا وكذلك على مواقع السنابو، سواء المواقع الموجودة في النت أو صفحات الفيسبوك أو الواتساب والفايبر. طيب متى يتم يعني غلق جمع التبرعات؟ لما نوصل إلى ربما توقف في طلبات، يعني لما نحس أنه كان هناك اكتفاء محلي لهذه الخيرات التي تتدفق إن شاء الله على هذين البلدين الأخوين. طيب يعني يتم إرسالها لسوريا وتركيا على حد سواء؟ نعم نعم نعم. شكرا لك سيد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله كل خير إن شاء الله.